شبكة عباقرة التلاوة تقدم نعيش مع القرآن الكريم تاني ومع كلمة ومع الابتهال. الحمد لله محمد رسول الله، الحمد لله رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمن الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، مالك يوم الدين، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إياك نعبد، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإياك نستعين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اهدنا الصراط المستقيم، وإنك لعلى صراط مستقيم. تأمل عطاء الحق في القرآن لخير الأنام، ومجارياته مع السبع المسان، والفرح به فرح بما أبلغنا به الله بتأكيد. قد جاءكم، والمجيء لا يكون إلا لمنتظر. لما نقول جه يبقى إحنا كنا منتظرين، فهو المنتظر لشفاعة آدم، وهو المنتظر لإجابة دعوة الخليل، وهو المنتظر لبشارة المسيح، وهو المنتظر لرؤيا أمه. فرحنا به فرح بالقرآن، القرآن المبجل على قلبه تنزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فرحنا به، منه نال العصر خير العصور عصري، ثم الذي يليه فالذي يليه. فإذا كان خير العصور عصره، فكيف بيوم جاء فيه حضرته؟ وهو شطر الشهادة، وعندها ليتدبر العاقل، وليعي ذو القلب، وليعايش ذو روح في إطلاق. ما للشهادة في شطرها من عطاء، هو شطر الشهادة المرئي، والشهادة يتشهد لها كل خلق الله، فهي السابقة للخلق أجمعين، ولا يكون اسم بغير مسمى، ولا يقرن الحق الباقي باسم لأحد من خلقه إلا بإيجاده. فهو الذي إذا كان قدره لا يعلمه إلا الله، إذا كان قدر النبي لا يعلمه إلا الله العلي، فتأمل عطائه من خلال قدره. الكل فينا يصل إلى حده، ويبقى قدر النبي أعظم. الكل يصل فيما للنبي عند حده، ويبقى قدر وذات النبي وعطاء العلي لحضرة النبي أعظم. تعال نعيشها من رحاب القرآن، يجمع من جفى قلبه فيقول: أنا شفيع أهل الكبائر من أمتي. ويأوي من لان قلبه فيقول: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ولمن أدرك العرفان يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالجنة شأنها النعيم الدائم المستقيم، أقامها الجليل عند حضرة الرسول الكريم، وتمثل ممشاه.
فمع بدء الأمسية من قارئ نستمع إليها مؤدن هذا القرآن كما أنزل. أخويا الله يخليك، تأمل أنك تسمع القرآن كما أنزله العلي القدير على العدنان. نافس الجيل الثاني وهو الآن في عصره بغير منافس، بارك الله في صحته ومد في عمره وجعل نطقه بتوفيق ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتب الكتاب هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حقا وصدقا ويقينا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل للعالمين رحمة، وبعث فينا ليحيينا. عشنا مع آيات الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة الدكتور أحمد نعيم، وفقه الله دائما. وكانت أولى هذا اللقاء الكريم في هذه الأمسية الكريمة بين هذه الوجوه الكريمة، فقد حللنا بساحة كرام بلغ كرمهم أن تركوا دنياهم لمولاهم. فركبوا السفينة سيدي إبراهيم المتبولي انشغل بمولاه فكفاه، وانشغل بمولاه فلم ينظر إلى سواه. ونلمح في الولاية جملتين: لو تكلمنا عن عين الحاسد ما استطاع أحد أن ينكر، وكل واحد يبقى عنده قصة واثنين وثلاثة. طيب عين الحاسد عين شريرة، بلغ سواد قلب صاحبها. حفظنا الله وإياكم وسلمنا الله وإياكم من سواد قلبه أن أيد بقدر الشر. والله عدل، والله عدل. فإذا كانت عين الحاسد يقول فيها الرسول الكريم تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فكيف بنظرة العارف؟ تسقيك المعارف، ترقيك لمولاك، تنزع عنك نفسك ودنياك، تدخل في قلبك ما لك من صفاك، تشهدك آلاء وقدرة مولاك. فقد كانوا من شهدوا آلاء الحق، يقول سيدي عبد الرحيم الكينائي حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، كان يقول شهدنا بما شاهدنا، شاهد توحيد الحق في الخلق فيشهد بما شاهد. والأمر ليس ببعيد، فالفطرة أقامت خلقه كله على التوحيد. اختلف أحد معنا في البصمة، في حد يختلف إنه البصمة دي بتاعت فلان بس؟ طيب كيف وحدك بين خلقك ألا يكفيك لتوحده؟ وتعددت البصمات وأقام القلوب بين أصبعيها
قلوب العباد بين أصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. فالذي القلب بين أصبعيه كيف تضع فيه سواه؟ إن الشرك لظلم عظيم. يبقى بين أصبعيه ونحط غيره؟